أشرف المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر السيد محمد علي والسيد محمد مساء أمس على وضع الحجر الأساسي لنقطة صحية ومدرسة ابتدائية في قرية وودار التابعة لمقاطعة ولاتة، وتتكون النقطة الصحية من قاعة استشارات وقاعة توليد وقاعة للحجز وصيدلية ومخزن ومرافق أخرى، فيما تتكون المدرسة من 6 قاعات للدراسة ومبنى إداري وسكن للمدير وسكن للحارس وكفالة مدرسية، بالإضافة إلى سور المدرسة وبعض المرافق الأخرى الضرورية. وأكد المنسق الوطني لبرنامج شيلة أن وضع حجر الأساس لهذين المشروعين يأتي في إطار تقريب الخدمات العمومية من المواطنين بمختلف أنحاء الوطن. إن مدرسة واودار التي نحتفل في هذه اللحظات بوضع الحجر الأساس لانطلاقتها تتكون من 6 قاعات للدراسة ومبنى إداري وسكن للمدير وسكن للحارس وكفالة مدرسية ومجموعتي مراحيض إحداها للأولاد والأخرى للبنات والسور يحيط بالمدرسة لحمايتها. ولأن قرية واودار ظلت تعاني طويلا من التهميش في مجال الخدمات العمومية، قررت المندوبية العامة أن تضع حدا لذلك، ليس فقط في مجال التعليم وإنما أيضا في مجال الصحة كذلك، وذلك بإضافة تشييد نقطة صحية عصرية ومجهزة بمختلف التجهيزات الطبية التي تتوفر عليها جميع نقاط الصحة في الوطن.